إن إيمان الحكومة بأهمية قضايا التعمية والإسكان وأبعادها المتعددة على مسارات النمو الوطني والمجالي جسد لدينا وعيا راسخا برهانات الانتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة تتيح اغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة مستقبلا، مع ما يقتضي هذا التحول العمراني المتجدد من خلق فضاءات سكنية متجانسة تكون قادرة على مواجهة التحديات العمرانية الناشئة وتأمين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعزيز استقرارها. وفي هذا الإطار سارعت الحكومة إلى إطلاق الحوار الوطني للتعمية والإسكان في شتنبر 2022 من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية كتركز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله وكتدمج مختلف الفاعلين والشركاء، وذلك بهدف رفع التحديات المطروحة في هذا المجال مع استشراف إمكانيات التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصة ملائمة للالتقائية القطاعية والتدخلات العمومية وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد. ولا شك كذلك أن اللقاءات التشاورية على الصعيد الجهوي شكلت فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار وفتح النقاش حول مستقبل التخطيط العمراني ببلادنا وجعل التعمية والإسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي في سياق وطني ودولي كيعرف تحولات عميقة للمجالات الحضرية والقروية.